السلام عليكم، معكم نسرين صابيري، رئيسة نادي الاستثمار الأخضر أو غرين انفست بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بستات. النادي ديالنا هو واحد النادي اللي كيدير أنشطة بيئية، واليوم نشاط ديالنا بارادي بوتانيك هو تهيئة لحديقة حي مبروكة بستات أو حديقة ليمون. النشاط ديالنا غادي تكون من بزاف ديال الأنشطة فرعية، غنبداو بالنيتواياج ديال الجاردان، من بعد اصلاح الالعاب اللي كاينين تما ديال الدراري الصغار، الصباغه و لا بلونطاسيون او غرس الاشجار، حيت حتى هي كتبقى في النشاط ديالنا او في لافوكاسيون ديالنا. فيصل زغام، جو سوي شيف سيلول سونسيبيليزاسيون في نادي الاستثمار الاخضر. بالنسبه لهذا العام غادي يكون اول نشاط لينا اللي سميتو باغادي بوتانيك، غادي دار هنا في سطات، غادي نديرو غياميناجمون ديال ان جاردان. ما قدرناش الاعوام اللي فاتوا نكونوا ناشطين بسبب الجائحه، ان شاء الله هذا العام غادي نديرو بزاف ديال لي زاكسيون، اي لا بروميير اكسيون غتكون هي هذا الباغادي بوتانيك. بالنسبه للبارح درنا واحد الحمله تحسيسيه للسكان ديال هذاك الحي، هضرنا معاهم باش يكونوا متعاونين معنا وباش يحافظوا على النظافه ديال الجاردان من بعد ما غادي ننظفوها وغادي نرجعوها للحياه كما كانت.